شيء. الجزء ده ذو شقين، الشق الاول انه ما فيش حد فوق القانون مهما كان الموقع او المنصب. احنا الاول مره نشوف عدد الوزراء دول في السجون، واول مره نشوف عدد الوزراء دول بيتقبض عليهم، واول مره نشوف عدد يعني حسني مبارك قعد 30 سنه احنا ما شفناش، واتحدى اي حد بتوع اسفين يا ريس، ما شفناش عدد اللي اتقبض عليهم في الاربع سنين الاولانيه بتوع السيسي في عهد 30 سنه، والله العظيم ما حصلت. ليه؟ حسني مبارك كان يقول لك لا بص خليه يعني كمره كومه كده عشان هنعوزه وقت عوزه، فاسد بس انا هعوزه. ما اذا كانت كل شله جم مبارك وثابت والنسايب والاصهار وطنطاوي والقرايب وكامل وكل القايمه اللي هربت المليارات بره ومش عارفين نجيبها وعشان الاوفشور كانت فاسده، مش حد بيقبض عليهم ولا يقرب لهم ولا اي جهاز كان يقدر. انما انت النهارده لا، مفيش حد فوق القانون. الجزء الثاني انا بس بعتب على الرئيس فيه، بقول له ماشي يا ريس النيابة تطلع والنيابة تتحقق، بس احنا كإعلام من حقنا نتابع، لانه ده هيبقى عبرة وعظة ومثلا لأي حد يفكر انه يبقى فاسد او انه يرتشي. هو قال برضو لا مستعد انزل بيكم يا شباب مصر الشوارع واشيل ونظف معاكم. احنا كنا شفنا طبعا بيقول يعني اتكلم عن الارهاب واتكلم عن انه في ناس بتدافع وبتزود عن الوطن على الحدود، لكن في الداخل احنا محتاجين زي ما هم بيدافعوا احنا ندافع عن الداخل المصري بان احنا ننميه وننظفه ونطوره ونشارك في التنميه. وحملات الشباب دي انا كنت شايف ان كان في يعني انا نفسي اسال الناس اللي ما بتشاركش، انت بتشاركش ليه؟ انت في ايه؟ اللي قاعد محبط ومش عايز يعمل حاجه ما بتعملش ليه؟ يعني انا اتكلمت امبارح عن اللي قاله رئيس